ساعة بالكتير بكون عندك الخبر الصحيح. هلا قلي ابو حميد، شو اسمك اليوم؟ عروس ما عروس شو؟ قصي، ها هي قصي. الو، اهلين هنو. نعم الله يحفظك. ايه عندي هو، هلا ببعث لك اياه. لا ما بقدر اجي لعندك، الاستاذ ما عم موجود. اوكي باي. شو قصته هذا؟ هلا هنا قال لي بدك اياها تتصل فيه. نسي نسي بالظاهر ما اتصل. ابو فهمي. مين اللي بده يتصل فيه؟ خلاص لحظات وبيصلك الخبر اليقين. اهلا وسهلا ابو فهمي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك اخي، جبت لك الخلاط تعقله. بعدين بدي اروح اودي هذا البريد للمدير. وبعدين انت منين جبته؟ ما دخله، المهم تعاقله احسن ما ترجع علينا العالم. لا يا رجال، انت صدقت؟ انا قاعد احكي من طلعان خلقي. بالله عليك منين جبته؟ من البيت. باطل؟ انا بدك ياني اكبر على حالي اخذ اغراض من اغراض بيتك؟ روح رجع خلاطك على الدار واني مسامحك. عوضي على الله. الا ما تاخذه. اي ما باخذه لو بظل اني طول عمري بلا خلاط. يا رجل انت صاحبي، اني ما بخسرك مشان مال الدنيا، افهم. ابو فهمي شو هذا اللي مساوي؟ ما مساوي شيء. شو ساوي؟ علي انا شو عامل مع سامر؟ لك هذا اللي كان ما يطيقك ولا يطيق يجيب سيرتك جانب فيك اليوم لخيرني على التليفون حتى تعرفي انت. مهم فهمك شو تساوي. ايه عم تحلم انت وياه. ابي كتير رح يستقبلكم اليوم. شو العنكوي بس يعرف شو قصدنا رح يستقبلنا ويستقبلنا ويستقبلنا. هلأ من كل عقلك روح قله لأبي إنه جاي من عنا موظف تعرف عليه شاب اليوم وجايين يخطبوني. هلأ هيك رح تقلي له؟ إلك كان شو بدي قله؟ قلي له جايين لعنا جماعة، ولا قلي خلي أمك هي اللي تفهم الموضوع. هلأ يعني ما عدت تعرفي تدبري حالك، مو أحسن لك مو دايرة أنت وياه بالشوارع؟ هو من جهة أحسن بس اتركوني أدرس الموضوع. موضوع ما بده دراسة. انتي هون يا خانم والمدير عم بدور عليكي. شو يا؟ شايفة صاير بيناتكم أحاديث وكراسي وقعدة ومشي مشي مشي. والموعد؟ هذا اللي كان ناقص، يصير بيناتكم مواعيد. خلص امشي. نياني وفق راسي على مخدر في الحلال. هاتوا بش نياني. هاتوا بش فارق الدولة. وعلينا وبعدين بقى لك خلصيني ضروري كل مشوار نقضي ساعتين ثلاثة بالغندرة. فهمنا ابو صلاح، لا تنق، صلي دقيقتين عم بلبس بس. فهميني شو لازم ناخذ معنا؟ شو بعرفني؟ خد لك باكيتين شوكولاتة. باكيتين؟ ليش باكيتين؟ شو نسيت انه بدنا نروح لعند فتحي كمان؟ ايه خلصونا بقى، ما بعرف ليش هالناس متمسكين بزيارات المستشفى. يعني هلأ ضرورية نروح على المستشفى وقت يطلع الواحد على بيته ونروح لعنده زيارة، مو أحسن؟ هلأ كنت عم بتقلي أخرتينا، رح تفتح لي موضوع. إذا ما رحنا بيفضحونا ومو بعيدة يبعتوا لك بنتك حرداني كمان. بطلوها العادات البشعة بقى، بطلوها. امشي امشي خلصيني أمري لله. الله يعين، الواحد معه مصاري ما معه مصاري لازم يروح، لازم نحافظ على التقاليد. يلا خلصيني. ابو فهمي اهلين. صبوا لي شاي. تسلم لي عينك، اجيت بوقت اقعد لك على الكرسي. عود مسك الدوله لله. اخ حرقتني يا رجال. طول بالك، انت حدا بيمسك الدوله من هون؟ من هون بتمسك الدوله؟ مو انت اعطيتني اياها من هون؟ شو ما فيك عايل انت امسك لله. انا محضر الفناجين بالصينيه جوا. سكب لي اياهم وحضرهم بما اصل عن انسه سعاد، بدي احكي كلمتين وارجع بسرعه. سعاد اللي بيضل اخر يوم بعمري بدي احكي شو بالصبينك وبين سعاد.
قوام على حالك، ناوليني عنوان بيت يلا. الله يخليك يا عمو فهمي، هيك امور ما بتنحكى هون. هلا اذا طلع المدير بيعمل لي مشكله. يطلع ليش؟ شو عم نحكي لا سمح الله؟ شو عم نعمل نحن؟ بسرعه لا تعدي. لك تبارك وارسلك يلي ينفارق خلك، عند ابو فهمي حزن ناكد، عند ابو قاسم احسن لك. كبيناها كبيناها، شو بنسوي؟ احسن شيء رح اسوي له وحده غيرها ولا اخليه يحس ابدا. مو بدي رتب اموري بالبيت اول؟ هلا ما بدي ترتيب، كلها حنخطف لعندكم دقيقتين، نطلب من ابوكي ايدك بقول مقدمه، هي الشغله كلها كلمتين ورد غطاه. طيب دقيقة. تفضل، بس ديروا بالكم ها، ابي كثير عصبي، لازم تعرفوا كيف تاثروا عليه. شو نأثر عليه ما نأثر عليه؟ انت الثاني اليوم ما في حدا عم يخطب حدا، العالم ما عم تصدق مين يدق بابا ويقول هات بنتكم، لما عم يجي واحد عم يقول له حميد. شو بك عمو فهمي؟ شو مفكرني قليلة عند اهلي؟ لا 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 عفوا، انا مو هذا قصدي ابدا، ولو انت جوهر ومالك ثمن منوب. خلص هي العنوان معي، الظهر بمرق على سامر بتفق انا وياه مشان المساء. بس وينكم؟ يا وينكم ها؟ إذا تمت الشغلة وما عطيتوني الحلوان ها؟ تكرم عينك. هاي القهوة مساوية، إيش كاين عن اختراع ولا شو؟ ها؟ استملي عينك ما أحلاك، شايف ما أحلاك؟ ومرتب كمان، خليك هون لا تروح راجع أنا. إيه بس وينك؟ بدك تصب لي كاس شاي كبير على حسابك ها؟ خلص على حسابي روح. وكانت الحكايه راح تنفضح وبفهمي يقرب شيلك. اخي تعالوا لكم لا تروحوا لبعيد، بنلتقى عندي بالبيت وبنعملها اهليه بمحليه. تفضل. تازة وشي ظريف كتير. يخرب بيتك، يخرب بيتك، شو هاد؟ شو هاي القهوة هي؟ اه؟ بنت تازة؟ إيما من خلتي؟ ولك إيما من خلتي؟ خلص هاد عفوا يا جماعة، هذا هيك عدتوا على طول، معلش يسامحونا. ولك تعال هون، تعال هون شوف، تعال 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 شوف. سيك دو سيب دوق لشوف. طيب اختي انا لا من خلتي، منين من هون؟ خذ استاذ فنجي، خذ اللي بدك اياه. الله عليك يخرب بيتك يا ابو قاسم يا سعاد. انا شفتي ما احسن هالابو فهمي؟ انا ما كنت متوقع منه هيك بنهوب. الا اتوقع الحجر اللي ما بيعجبك بيفجك، بس لا تنسى تمر لعنده اليوم. لا لا ولا يهمك، خلص بمرق لعنده الظهر ونتفق وان شاء الله الموضوع بينتهي على خير. ان شاء الله. سامر معقوله هيك تزبط الامور بسرعه؟ يا ستي اذا زبطت رح كون اسعد واحد بالدنيا،
لكن من اليوم ورايح ما عاد اسأل عن حدا، رح صير امرق على مكتبك، على البيت، لك وين بتكوني رح كون معك. ايه خلص خلص، يلا حاجتك اليوم، باي باي، مع السلامة.